ما بيرجع إلا لواحد أحد. علمينا تطلعه من يشاء وفلاك بيان والتمين. ما بين الغناء والرقص والفن التشكيلي والتمثيل المسرحي والسينمائي حراك ثقافي كبير لا يمكن إحصاؤه شهدته المحافظات السورية خلال عام 2016. وفيما يلي نستعرض وإياكم أبرز المحطات الثقافية خلال هذا العام. دمشق الندى والدماء، دمشق الزمان، دمشق العرب، كوني دمشق يكون العرب. نبدأ من العاصمة دمشق التي كان لها الحصة الأكبر من الفعاليات الثقافية والفنية. الفرق الموسيقية والفنانون التشكيليون والمسرحيون وغيرهم اختاروا دار الأسد للثقافة والفنون لكي يحتضن فعالياتهم. المئات من المعارض التشكيلية شهدتها صالة الدار، وكان أبرزها معرض الفنان أسامة جحجاح أنا الشامة، والذي ضم 24 لوحة بتقنية كوميوغرافيك، حيث مزج بين الفن الحديث والفن القديم، أي بين الديجيتال والزيتي والإكريليك، لتقديم عمل تشكيلي واحد بأسلوب تعبيري يكشف عن رؤية عصرية مميزة. سينمائيا، افتتح العام بعرض فيلم فانية وتتبدد في دار الأوبرا للمخرج نجدة إسماعيل أنزورة. الفيلم الذي يكشف حقيقة الأعمال الإجرامية واللا إنسانية للجماعات الإرهابية في سوريا. المخرج أنزور أنهى العام بفيلم رد القضاء كتابة السيناريست ديانا كمال الدين، متناولا الملحمة الأسطورية لأبطال سجن حلب المركزية. دبابي يا شباب انتبهوا، دبابي. نحن صامدين سيدي، وهذا خيارنا وقرارنا. هذا السجن قطعة أرض من هذا البلد، وما رح نطلع منها لتطلع آخر روح فينا. المؤسسة العامة للسينما أنتجت عدة أفلام هذا العام، نذكر منها أنا وأنت وأمي وأبي للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، وفيلم سوريون للمخرج باسل الخطيب. من يوم ما هجموا هدول الكلاب على ضيعتنا وقتلوا بناتي ومرتي، ما عاد عرفت أعيش مثل الأول. صار في نار جواتي وعم تحرق كل شيء حوالي. أنت اللي بتعرفني من يوم ما خلقت، شي مرة شفتني خايفة؟ مهرجانات موسيقية عديدة أقيمت، كان أبرزها مهرجان الموسيقى العربية، وكان حفل الافتتاح للسنة الثانية على التوالي مع الفرقة الوطنية للموسيقى العربية والفنانة ميادة بسيليس. وتم اختتام المهرجان بأمسية غنائية للفنان اللبناني مروان محفوظ بصحبة أوركسترا ندى، حيث قدم باقة من أجمل أغانيه التي ما زالت باقية في ذاكرة الجمهور السوري والعربي. يا سيف العلق عرض عطايم، يا هادر دم الأصايم، ويلا اللي تحدى، ويلا اللي ناوي قتل، يا ما ويلا اللي يا سيف العلق عدا طايل، يا هذا الدم الأصايل. نذكر من المهرجانات التي أقيمت أيضا مهرجان أغنية الطفل السورية ومهرجان العزف المنفرد الثاني، وللسنة الثانية مهرجان قوس قزح. احتضنت مسارح دار الأوبرا العديد من الأمسيات، حيث على صوت الموسيقى واحتشدت الجماهير،
وكان من أبرزها ما غنى وتغنى بمدينة حلب الشهباء مع سهرات الطرب الحلبية، وأبرزها حفل طاهر خانطوماني. مغنون عرب وأجانب ساهموا بكسر الحصار الثقافي الذي فرض على سوريا مع بداية الحرب. الفنانة التونسية محرزية الطويل شاركت العازف محمد السبسبي بحفل طربي. الفرقة السيمفونية الوطنية عرفت بأحيائها حفلا بشكل شهري على مسرح الأوبرا، وكان من أبرز الحفلات مع المغني الإيطالي جوزيف فليزي. ولأنها البلد التي تقدر الفن والفنانين، كرمت وزارة الثقافة السورية الفنانة نجاح سلام عبر إحياء حفل تضم أغانيها، والتي أدتها الفنانة السورية همسة منيف بحضور القديرة نجاح سلامة. وزارة الثقافة اختارت أن تحتفل بذكرى تأسيسها عبر إطلاقها احتفالية يوم الثقافة تحت عنوان للكلمة للإنسانية وللحياة. ومن احتفالية وزارة الثقافة افتتح على مسرح دار الثقافة في مدينة حمص مهرجان حمص المسرحي 22 وسط حضور جماهيري كبير. شهدت الساحة الثقافية حركة مسرحية مع نهاية العام، حيث تم إعادة إحياء مهرجان المسرح العمالي المركزي تحت عنوان من سواعد العطاء وبيادر الفن تنبض إرادة الحياة. وفي اللاذقية أقيم مهرجان اللاذقية المسرحي الرابع في دار الأسد للثقافة والفنون بمشاركة عدد من الفرق المسرحية. المحافظات السورية شهدت الكثير من الفعاليات. اهتماما بالشعر والشعراء، محافظة حماة أقامت مهرجان الإبداع الشعري. حراك ثقافي كبير أثبت من خلاله الشعب السوري أنه أهل الثقافة والأدب والفن، ولم تستطع الحرب أن تؤثر بمن يمتلك إرادة الحياة والصمود.